أعوّد مقال الصدق. طيب لا جزاك الله نفسك وارضه تصدق ولا تركن إلى قول مفتري وعبد مقال الصدق نفسك وارضه تصدق ولا تركن إلى قول مفتري. عودا من باب التفعيل، عود يعود تعبيدا وهو متعدي، واللازم منه تعود، وتعود يستخدم بمفعول واحد يتعدى إلى مفعول واحد، تعود الصدق. وعود يحتاج إلى مفعولين، وهنا المفعول الأول نفسك وهو مؤخر، والمفعول الثاني مقال الصدق وهو مقدم. أي عود نفسك مقال الصدق، فنفسك مفعول أول ومقال الصدق مفعول ثاني، وتقدم الأول على الآخر على الآخر، أي تعود مقال الصدق. فيجب عليك أن تعود نفسك قول الصدق، وأن تتمرن على قول الصدق، فهذا في تأكيد تعود الصدق، هذا قول. وعود نفسك يعني ألزم نفسك واجعل لنفسك عادة الصدق، فهذا فيه تأكيد. تمرن على قول الصدق، تحرى قول الصدق. وارضه من رضي يرضى، وارضه أي وارضى قول الصدق. وإن كان هذا القول يؤدي إلى ضرر ظاهر وإلى خسارة في الدنيا، كن راضيا بقول الصدق، ولا تستبدل الكذب بالصدق، بل اقتنع بالصدق حيثما كان وكيفما كان. وإن كان يؤدي إلى بعض الندم، إلى الخجل أو إلى الضرر، ولكن لا تتعدى الصدق إلى الكذب، لا تتجاوز الصدق، لا تتجاوز الصدق إلى الكذب، إلا تترك الصدق إلى الكذب. وعود مقال الصدق نفسك وارضه في كل مكان وفي كل موقف، عليك بالصدق، لا تترك الصدق كائنا ما كان، جالبا ما كان يجلب الصدق عليك. تصدق، إذا اتخذت الصدق عادة لك تصدق، جواب للأمر وعبد، والجواب مجزوم، تصدق يعني تكون مصدقا، تكون مقبول القول، مسموع الكلمة، كل واحد يثق بك ويأتمنك ويعتمد عليك، لأنك قد حللت من نفوس الناس المحل الأرفع بقول الصدق، فالآن هم يقدرون كلامك، نعم، ويأتمنونك
ولا يشكون في قولك ابدا تصدق ولا تركن الى قول مفتري مفتري هذا من افترى يفتري افترى يفتري مفتري في الاصل هكذا ولكن في الشعر وفي ضرورة الشعر هكذا مفتري من باب الافتعال فرية الكذب افترى أي اكتذب مفتري الكذاب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا المفتري هو الكاذب قول الكاذب أي لا تمل إلى قول الكذاب لا تمل إلى قول الكذاب ويمكن أن يكون المراد بذلك لا تقبل كلام الكذاب ولا تقل كذبا أيضا ولا تقبل كلام الكذاب وكذلك لا تنقله لا تنقله إلى الناس الآخرين يعني لا تبلغ كلام الكذاب لا تركن بأي صورة ويمكن أن يكون يريد أنك ترى الناس يكذبون ويربحون ويجرون بذلك منافع كثيرة فيمكن أن تخلد إلى قولهم وأن تميل إلى الكذابين إلى نفس الموقف أنا أيضا أكون مثلهم أكذب إنه كذب فربح كثيرا إنه يكذب في بيعه وفي تجارته ويربح كثيرا وأنا أصدق فأنا أخسر فأنت تميل إليهم لا تميل مهما كان الناس يجلبون المنافع بالكذب ومهما كان الصدق يجر عليك الخسارة والضرر لكن ارضى قول الصدق واجعله شعارا ودثارا لك في حياتك فأنت واجعله عنوان شخصيتك فكل واحد يثق بك بعد ذلك وتكون أنت موضع القبول ومحل الأمانة عند الناس تصدق ولا تركن ركن يركن جاء في القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أي لا تغتر بهم لا تنخدع بهم لا تتأثر بهم لا يأتي في قلبك أن تكون مثلهم ولا تركن إلى قوله مفتري لا يدور بخلدك ولا يجول في نفسك أن تقلد قول الكذابين وموقف المفترين وعبد مقال الصدق نفسك وارضه تصدق ولا تركن إلى قول مفتري ولا تقف زلات العباد تعدها ولا تقف زلات العباد تعدها فلست على هذا الورى هذا الورى بمسيطر ولا تقف زلات العباد أي عثرات الناس وأخطاء الناس لا تتبع عورات الناس لا تتجسس معايب الناس لا تنقب عن خفايا أمرهم وعن بواطن شؤونهم فهمت؟ نعم لا تحسس ولا ترسل عينك وراء عيوب الناس ولا تقف زلات العباد تعدها وكذلك لا ينبغي لك أن تعد عيوب الناس هذا فيه عيب وفيه ثلاثة عيوب في هذا خمسة معايب فلا تتجسس ولا تتبع عورات الناس وزلات الناس ومعايب الناس نعم ولا تقف زلات العباد تعدها كما
أن الله سبحانه وتعالى قال نعم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما ليس لك به علم أنت لا تعلم فلماذا تتبع وراء هذا الذي لا تعلمه إن الله سبحانه وتعالى يسألك عن السمع والبصر كيف استخدمت سمعك وبصرك هل استخدمت في التجسس وفي سماع الغيبة في الاستماع إلى الغيبة إلى عيوب الآخرين بعض الناس يعني يلهجون وبعض الناس يغرون بهذه العادة القبيحة يستمعون إلى الغيبة بكل شوق ورغبة ويسألون الناس عما يجري في الناس ماذا أصاب فلانا ولماذا أخذ ولماذا جاءه الطلب ومن دخل في بيته ماذا فعلت امرأته هكذا هم يعني ينقبون عن الناس وهم مولعون يعني بالتنقيب عن باطن أمورهم وإظهار خفايا شؤونهم فلا تفعل هكذا فلست بمشرف عليهم لست بمحاسب للناس ما بعثك الله سبحانه وتعالى منقبا للناس ومسيطرا على الناس على الورى يعني على المخلوق على خلق الله سبحانه وتعالى أنت آمر بالمعروف ناهي عن المنكر فقم بعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن بدون التجسس والتحسس والاغتياب والاستماع إلى العيوب والنميمة ولا تقف زلات العباد تعدها فلست على هذا الورى بمسيطري قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإن عيناك أبدت إليك معايبا وإن عيناك أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين يعني إذا كانت عينك قد أبدت لك عيب فلان فقل يا عين فدعها فقل يا عين لا تنظري إلى عيبه لأن الناس أيضا يملكون الأعين وأنت مجموعة العيوب فالناس ينظرون إلى عيوبك أيضا فكما قال كما قيل في المثل إنه ينظر إلى عين إلى يعني قذى عين أخيه ولا ينظر إلى جذع عينه إنه ينظر إلى قذى عين أخيه ولا ينظر إلى جذع عين نفسه يعني هو ينظر في الناس عيبا خفيا ولا ينظر إلى العيب الكبير الذي يوجد في نفسه نعم ولا تقف زلات العباد تعدها فلست على هذا الورى بمسيطري نعم هناك آخر بيت آخر ودع عنك إسراف العطاء ولا يكن
لكفيك لكفيك في الإنفاق إمساك مقتري ودع عنك إسراف العطاء ولا يكن لكفيك في الإنفاق إمساك مقتري أي اترك عادة الإسراف ولا تنفق إنفاق مسرف إذا أعطيت الناس فكن متوسطا في العطاء كن معتدلا في الإنفاق والعطاء لا تكن مسرفا حتى في عطاء الناس دع عنك إسراف العطاء يعني دع عنك الإسراف في العطاء والإنفاق اترك هذه العادة السيئة القبيحة ولكن ليس معنى ذلك أن تبخل بل لا يكن لكفيك أي ليديك في الإنفاق إمساك مقتري أي بخل بخيل إمساك يعني أن تمسك كالبخيل مقتر والمقتر والمقتر البخيل الممسك الشحي البخيل الشحي فلا يكن لكفيك إمساك وإقتار فعل البخيل الشحي ولا يكن منك العطاء والسرف والتبذير في المال كما يفعل المبذرون لأن الله سبحانه وتعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ماذا قال الله تعالى قبل ذلك ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين نعم وكذلك قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هكذا هذا عظة ونصح في الشعر وهذه القصيدة طويلة ونحن قرأناها مختصرة ولكنها في الأصل طويلة لعبد الله باشا الفكري عبد الله باشا فكري شاعر هذا الشعر عبد الله باشا فكري ينصح ابنه بهذه القصيدة الطويلة الغراء لو سنحت لكم الفرصة لقراءتها في أي كتاب أو في بما بعد في أي موقع لتمتعتم وهي حرية بالقراءة وبالتمتع والإنشاد خلال التشريع قرست الشعر للإمام الشافعي وهكذا له أشعار كما شكوت إلى وكيل سليمزي وهكذا ولكن في أي كتاب نجد الأشعار قد طبع ديوان الإمام الشافعي طبع جمع شعر الشافعي وطبع باسم ديوان الإمام الشافعي هذا شيء للإمام الشافعي يشك الناس لا لا ليس هذا وأما شكوت إلى وكيل فالناس يشكون في نسبته نعم فالناس يشكون في نسبته إلى الإمام الشافعي ولكن الناس يعني يتفقون على أنه بليغ فصيح جدا في جميع الأئمة بين جميع الأئمة الإمام الشافعي لأنه مطلبي عربي فصيح وهو شاعر مفلق وله أدب قيم من بين جميع الأئمة المتبوعين المشهورين وهكذا لو شعر أخي لم تنال العلم إلا نعم. ستة سنين يمكن أن يكون له وله شعر كثير ديوان الإمام الشافعي أنا حفظت منه انظر هذا كم طويل هذا طويل جدا انظر كم
شعر طويل جدا. الكتاب أم للإمام الشافعي، هذا في الفقه، في الفقه، والرسالة أيضا، والرسالة له في الفقه. نعم هذا نعم عبد الله باشا فكري. هذه الأبيات كلها، هذه القصيدة كلها، قد شرحنا قبل ذلك أبياتا في اليوم الماضي. إذا نام غر في دجى الليل فاسحري، عبد الله فكري، عبد الله فكري باشا ابن محمد بليغ ابن عبد الله ابن محمد، وزير مصري من المتأدبين، له نظم ولد بمكة وكان والده قد ذهب إليها مع جيش والي مصر، يعني هو من المحدثين المتأخرين. نعم في المكتبات.